تنهى عن المنكر ويجتمع حولك الناس ويبايعونك على ذلك، وكل هذا لا أكترث له وليس لي عليك فيه عتب. أخبرني عن القرآن الكريم. هو كلام الله أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل به جبريل على قلبه. أمخلوق هو؟ قل هو كلام الله. أعلم أنه كلام الله. أهو مخلوق أم لا؟ هو كلام الله غير مخلوق. بلغني أنك تزعم أن لله أصابع؟ إنما نثبت لله ما أثبته لذاته، وننفي عنه ما نفاه عن ذاته سبحانه وتعالى. وقد حدثني الإمام سفيان بن عيينة بحديث يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قلب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذن أنت مقر بإنكار خلق القرآن وإثبات الرؤية والتسليم لله عز وجل؟ إنما أقرأ عليك ما جاء في القرآن والحديث. وياك، انظر فيما تقول أيها الرجل. أنت أمرتني بذلك. أنا أمرتك؟ أجل، ألم تقل لي كان يجدر بك أن تنصح لإمامك؟ ما تقولون في هذا الرجل؟
مولاي، قد نطق الرجل بكلمة الكفر، والرأي استتاب، لعل به عاهة أو نقص عقل. كذبت والله، فأنت تعلم علم اليقين أن ما بي عاهة ونقص عقل، وما أنا من الكافرين، إنما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما أنت من أهل العلم وأصحاب الفتية حتى تفتي بذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. اسقني دمه يا أمير المؤمنين، فهو كافر صليط اللسان. وأنت كذبت أيضا، ولا يحل لك شرب دمي، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يأبى الله إلا أن يموت أمثال الخزعي على الحق، وليت إن قاتله راعى حرمة الميت ودفنه كغيره من عامة المسلمين. إلى متى تستمر هذه المحنة يا أبا بكر؟ أما لها من نهاية؟ إلى أن يشاء الله يا صالح، إلى أن يشاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مولاي، ما الذي يشغلك يا جعفر؟ أشياء يا أبا جعفر. هل أنت راض عما فعله أخوك يا جعفر؟ أمير المؤمنين أعلم مني بما هو أصلح له في دينه ودنياه. استأذنك يا مولاي. جعفر، صدقني القول، وما عهدتك إلا صادقا. لو كنت مكان أخيك أكنت تفعل ما فعل؟ ما كل سؤال يسعفني جوابه يا ابن أبي. ترجمة
جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين على ما أمرت به من إنزال الإمام الشهيد أحمد بن نصر الخزاعي. سرك الله، كم أسعدت قلوبا كثيرة بذلك وبما فعلته من قبل من محاربتك للبدع والضلالة. تعلم أني أردت ذلك منذ أن توليت الأمر يا ابن الجهم، ولكن الغوغاء أثار ضجة حينها، وخشيت إن أنا مضيت في الأمر أن يقدموا على حماقة تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. كأننا كنا في بئر سحيقة وجاءت البشرى لتخرجنا منها يا مولاي، وما أظلم من جب البدع والضلالة. ولكن الحمد لله، فقد منى علينا بك فأحييت السنة وأمت البدعة ووضعت حدا لأهل الضلال والأهواء بعد أن صالوا وجالوا في زمن أمير المؤمنين الواثق رحمه الله. رحم الله أخي الواثق وتقبل توبته في آخر أيامه. يا عبد الله، ناظر ابن أبي دؤد. يا أمير المؤمنين، إنه ليس أهلا أن يناظرني ولا أن أناظره. ليس أهلا؟ هون عليك يا مولاي، هون عليك. عند المناظرة يظهر الحق. إن شئت يا أمير المؤمنين ناظرت. ما دعوناك إلا لذلك. احفظ علي وعليه يا مولاي. قل لي أيها القاضي، ما قولك في القرآن؟ القرآن مخلوق. أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، حين بعث نبيا هل ستر شيئا مما أمر به؟ لا. هل ستر مقالتك هذه أم دعا الناس إليها؟ هذه واحدة يا أمير المؤمنين. هذه واحدة. ثم أخبرني عن الله سبحانه وتعالى حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هل كان سبحانه وتعالى هو الصادق في إكمال دينه، أم أنك أنت الصادق بنقصانه حتى تقال مقالتك؟ هذه ثانية يا مولاي. نعم. ثم أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ علمها. هل دعا الناس إليها؟ ثلاث. نعم. قلت لك يا أمير المؤمنين ليس أهلا لمناظرتي. اجعلني في حل يا شيخ. والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيها الحرس، فكوا قيدها. و
ولم يمتحن أخي الواثق بعد ذلك أحدا، وسقطت عنده مكانة ابن أبي دؤاد. فداك نفسي يا أمير المؤمنين، أنت تعلم أن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبلها، وإني لأرجو أن يغفر الله لأمير المؤمنين الواثق بتوبته وبما فعله من بر وإكرام لأهل الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة. كان الواثق رحمه الله بارا بأهل مكة والمدينة، إلا أنه ترك على كاهلي حملا ثقيلا لا أدري كيف ألقى الله به يا ابن الجهم، ولولا ذلك لما بقيت جثة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي تتوسل الدفن 5 سنوات ولم تجد لها سبيلا. قد بذلت وسعك يا أمير المؤمنين، يكفيك أنك حاربت البدع ونشرت السنة. بقي أمر واحد يا ابن الشهم. ما هو؟ أعز الله أمير المؤمنين. أحمد بن حنبل. أهلا يا إمام. وسهلاً. إنه إمامنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا إمام. شرفتنا. أهلاً. شرفتنا يا إمام. أهلا وسهلا إمام. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا أنت بين محبيك، كم تحتاجك الناس يا إمام. بارك الله فيك، أستغفر الله العلي العظيم. أهلا وسهلا يا إمام، تفضل. حسبي الله. على رسلك يا أمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لما تأخرت؟ مررت بدار أخي عمير وكانت الحرب مستعرة بينه وبين زوجه. هذه عادته، ورثها عن أبي رحمه الله. ما ذهب ليل وأشرق نهار إلا وكان أبي مع أمي في شجار رحمهما الله. رحم الله عمي عامرة، لم يبدأ يوما بشجار، ولكن عمتي سلمى رحمها الله هي من كانت تختلق الشجارة معه لأوها الأسباب. رحمهما الله وغفر لهما. ما أقل ما يجزئ من القرآن في الصلاة؟ إن قرأ الفاتحة وحدها يجزئ. ما حكم الرجل الذي يضحك في الصلاة؟ عليه أن يعيد الصلاة. ما تقول يا إمام في القنوت في صلاة الفجر؟ إن كان الإمام يقنط مستنصراً لعدو حضره فلا بأس بالقنوت في الفجر، وأما غير ذلك فلا يقنط. وما تقول في حديث ابن عمر؟ كنا نأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرب ونحن قيام. لا أدري، لا أدري. عدد الأحاديث في المسند يقارب 40,000 حديث. أبي، هل أدخلت في المسند كل الأحاديث التي حفظتها عن شيوخك؟ الذي حفظته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ولكني في هذا المسند
انتقيت بعضا مما حفظت، مما أراه صالحا للاحتجاج به والعمل بمقتضاه. أما تعبتم؟ إنكم لم تذوقوا طعاما منذ الظهيرة. أما أنا فمحبرتي أحب إلي من طعامي. يا أبا عبد الله، قد بلغت من العلم مبلغا حتى أصبحت إماما للمسلمين، وما زلت متعلقا بمحبرتك؟ سأطلب بها العلم إلى أن أدخل القبر، مع المحبرة إلى المقبرة. أما طعامكم فلا حاجة لي فيه. انظري عبد الله لعله يكون قد جاع. أجل والله يا خال، أكاد أن أموت جوعا. وأخيرا وجدت من يجبر خاطري، سأحضر لك الطعام من المحبرة. لقد أذهبت عقلي يا أبا عبد الله. أين أختي فاطمة؟ لقد نامت منذ حين، رأتكم مشغولين بالأوراق والمحابر فلم يعجبها الأمر فنامت. قلبي عليها. تريد شيئا يا أبا عبد الله؟ لا، جزاك الله خيرا، ولكن استعجلي على عبد الله قبل أن يموت جوعا. المتوكل يريد أن يكرم أحمد بن حنبل ويعوضه عما لاقاه في عهد أسلافه المأمون والمعتصم والواثق رحمهم الله. ماذا تقول؟ هذا ما سمعت، والخبر مؤكد. أي أحمق هذا؟ أبلغت به السفاهة أن يكرم ابن حنبل مهينا بذلك سيرة أهله جميعا؟ يبدو أنه قد أسكره مديح أهل الضلالة له، فقرر أن يزل بقدمه في تلك الحفيرة. إن فعل ذلك فقد زالت بيننا وبينه الأسباب. لا أدري إلى أين يريد أن يصل المتوكل هذا. أنسي من أوصله إلى ذلك الكرسي؟ أنسي لولا هؤلاء الرجال لكان نسيا منسيا؟ لو فعل ذلك، وما أظنه إلا فاعلا لا شك، فقد فضح أمرنا أمام الناس وأزر بنا. اسمع يا ابن السراج، أنت الوحيد الذي ما زال من بين إخوتنا يستطيع أن يدخل على الرجل في مجلسه. يجب أن تحول دون ذلك مهما كلفك الأمر، أفهمت؟ أنا رهن إشارتك، ولكن ماذا عساي أن أفعل؟ سأخبرك ماذا تفعل. ما قولك يا إمام في حكم مس المصحف لغير الطاهر؟ لا يمس المصحف إلا طاهر. يا إمام، كثيرا ما تسأل فتقول لا أدري. لا أدري ما أبردها على الكبد. ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. قال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري، ثم التفت إلي وقال: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. أتعرفين يا حسن؟ لا أحمل في عنقي دينا لأحد كما أحمل لأمي رحمها الله. هذا كم وددت لو أن الله مد في عمرها حتى أفيها حقها. فكم كانت تعاني من كثرة قراطيسي ومحابري كما تعانين أنت الآن. رحمك الله يا أمي،
هذا لطيبك يا مولاي، ولولا قوة إيمانك لكان ما مر بك من القسوة لم يزدك إلا رقة القلب ومزيدا من الحب للناس، فكنت خير لابني وخير الرجل لنسائك. يا حسن، إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هذا ما تراه في المرأة يا مولاي؟ بل هذا ما يراه الإسلام يا حسن. لا يبخس حق المرأة إلا جاهل بدينه. ألا نكرم من كرمه الله؟ أليس في القرآن الكريم سورة كاملة للنساء؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ يا حسن، لم تعرف الإنسانية من كرم المرأة كالإسلام. هو الفالج يا مولاي، أليس له علاج؟ هل سيبقى بهكذا؟ إلى أن يشاء الله. لو شرحت الأمر لأبيك لعله يساعدك. وما يملك أبي حتى يساعدني يا امرأة؟ عنده زوج وعيال، وبالكاد يكفيه قوت يومه. إذن من أين ستأتي للرجل بدينه؟ يكفينا الله إن شاء يا أم زهير، يكفينا الله. لا أدري ما أقول لك يا صالح، عمي أحمد بن حنبل الإمام بغداد كلها، ويعجز عن 50 درهما يعطيكها تفك ضائقتنا وتفي ديننا. وماذا تريدين من إمام بغداد كلها؟ أن يضع ضرائب على الناس حتى يجمع لك المال؟ يجمع لي؟ وما شأني أنا؟ إنما أتكلم لأجلك. جزاك الله خيرا يا أم زهير، لا حاجة بي إلى شفقتك، أنا أعلم كيف أتدبر شؤوني. فاجمع 50 درهما إذن بدل أن تجهد في اصطياد الأعذار لدائنيك. يبدو أن شهيتك اليوم مفتوحة للشجار، سأترك لك البيت حتى أريح وأستريح. وإن قلتم فاعدلوا يا صالح، ولا ينسك غضبك الإنصاف، فزوجك لك محبة. أعرف، يكاد حبها يقتلني، بل قتلني يا خالة. أعدلوا، هو أقرب للتقوى يا صالح. كان الله في العون يا خالة. إنك لن تنال السعادة في بيتك يا ولدي إلا بعشر خصال تمنحها لزوجك، فاحفظها عني واحرص عليها وحدث بها إن شئت. أسمعك يا أبي. أما الأولى والثانية فإن النساء يحببن الدلال ويحببن التصريح بالحب، فلا تبخل على زوجك بذلك، فإن بخلت جعلت بينك وبينها حجابا من الجفوة ونقصا في المودة. لعمر الله إن ذلك الحق لا مراء فيه. أما الثالثة فإن النساء يكرهن الرجل الشديد الحازم ويستخدمن الرجل الضعيف اللين، فاجعل لكل صفة مكانها، فهذا أدعى للحب وأجلب للطمأنينة. والرابعة يا أبي؟ إن النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن، من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة، فكن في كل أحوالك كذلك. والخامسة؟ أما الخامسة فإن البيت هو مملكة الأنثى، وفيه تشعر بأنها متربعة على عرشها وأنها سيدة فيه، فإياك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها، وإياك أن تزيحها عن عرشها هذا، فإنك إن فعلت نازعتها ملكها.
أين أم زهير لتسمع ذلك؟ أما السادسة فإن المرأة تحب أن تكسب زوجها ولا تخسر أهلها، فإياك وأن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد، فإما أنت وإما أهلها، فهي وإن اختارتك على أهلها ستبقى في كمد. لا بأس عليك يا قاضي القضاة، طهور إن شاء الله. بأبي أنت وأمي أيها الإمام، لو تعلم خوفنا عليك وهلعنا لما أصابك، لقد رمانا الخبر في قلوبنا. ماذا تقول يا سيدي؟ لعله يطلب شيئا. المؤمن مبتلى يا مولاي. السلام عليكم يا إمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الوالي يطلب حضورك إليه. ألا يمل الولاة من طلبي؟ وماذا يريد مني؟ ما على الرسول إلا البلاغ. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا يريدون؟ الوالي يطلب أن أزوره. وما شأن الوالي عندك يا أبي؟ إن كنت تعلم يا ولدي فأخبرني، عسى أن يكون خيرا. اللهم سلم سلم. إن شاء الله. تجهز لتخرج معي. أنا جاهز يا أبي. أغلق الباب. السلام عليكم. الحق يا مولاي أن لدي أخبارا أكيدة أنه ثم رجل في بغداد متواطئ مع الطالبيين، وقد آوى سيدا كبيرا منهم، وهو يدعو الناس إلى مبايعته سرا. ماذا؟ وكيف غاب ذلك عن أنظار عيوننا؟ لأنه رجل رفع ثوبه عن الشبهات كما يقال يا مولاي. من هو؟ إنه أحمد بن حنبل. أهلا بك يا أبا عبد الله، حللت أهلا ووصيت سهلا، تبارك المكان بوجودك. تفضل يا أبا عبد الله، تفضل تفضل. تفضل يا أبو عبد الله، اجلس. بارك الله فيك. يا الله، عزك الله يا أبو عبد الله. إن أمير المؤمنين طلب مني إحضارك إليه.
ما لي ولأمير المؤمنين حتى يرسل في طلبي، وأنا كما ترى متعب ومريض. لابد من ذلك يا إمام، لابد من ذلك. خيرا إن شاء الله، السمع والطاعة لأمير المؤمنين. وثمة حاجة أخرى هي لي. تفضل أعزك الله. أريدك أن تجعلني في حل من حضور طلبك. غفر الله لي ولك، لقد جعلت كل من حضر في حل من أمري يا ابن مصعب. منذ أن خرجت من عند أمير المؤمنين المعتصم رحمه الله. رحمه الله. يا رب، اللهم احفظ عبدك أحمد بن حنبل بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأبعد عنه شر الأعداء وكيد الحاقدين. اللهم أنت تعلم أن ليس لنا بعدك سواه، فاحفظه بحفظك واكلأه بعين رعايتك، وجنبه ما يكره ونكره يا رب العالمين. آمين يا رب يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جاء أبي أحمد بن حنبل إلى دار الولاية منذ زمن، وأتيت لأطمئن عليه. اطمئن، لقد ذهب مع الوالي إلى قصر أمير المؤمنين. حسبت أنني سأتلاعب بك كيف ما شئت يا جعفر، ولكن يبدو أنك كنت أذكى مما ظننت، وطرحت كل حساباتي أرضا، وسبقتني إلى ما أكره. لم تنتهي المعركة بعد يا جعفر، ما دام في الجسم رمق. وما مصلحة ابن حنبل في فعل ذلك يا أبا الحسن؟ لا أدري يا مولاي، ولولا أن الخبر سمعته منك لما صدقته. فما مصلحة أبي عبد الله في فعل ذلك؟ إن قدمه الأولى في الدنيا والأخرى تعانق القبر، ولم أعلم من سيرته ما يحمله على ذلك. ربما كانت سنوات القهر التي لاقاها من بعض أهلي حملته على إلقاء المودة إلى الطالبيين، وأنت تعلم أن هؤلاء القوم ما زالوا ساعين إلى الخلافة منذ أن خرج جدي على بني أمية، وكانوا حلفاء له. لا أدري يا مولاي، لو كان أحمد بن حنبل يقدم على خطوة كهذه لكان أقدم عليها يوم أن كانت المحنة في أوجها، وكان القهر الواقع عليه أشد، وهو في ذلك الوقت لم يرى الخروج على ولي الأمر إلا مخالفة للسنة، فكيف يخالف الآن السنة وهو يرى أمير المؤمنين من أشد المنتصرين لها؟ إن في الأمر شيئا لا أبصره يا مولاي. عيوننا تقول إن الخبر أكيد يا أبا الحسن، وأن الرجل الطالبي ما زال متخف في بيت أحمد، وأحمد يبايع عليه في السر. لا يجرؤ أحد على الكذب على أمير المؤمنين.